هون أحمد كان عمره 9 سنين، أول سنة علاج بالمركز. وهيدي تيا، وقت زارت السيدة الأولى ببعبدة نيابة عن أطفال المركز. وليكو سامي، سامي يلي كانت ضحكته ما تفارق وجهه. وكمان ألسا، في أحلى من هالضحكة حتى بالأوقات الصعبة. أما منير لا السرطان ولا الوجع خلوه يوقف هواه. هون احنا كبرنا وانتصرنا على المرض، هلا صار دوركم، خلصوا ناطرينكم.